واقع قطاع الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصموده بأشجاره وفلاحيه جانب من أشغال ملتقى الزيتون العربي بين الماضي والحاضر والمستقبل. فقدنا من خلال الاحتلال أكثر من 1,000,000 شجرة زيتون. 2، احنا في عنا حصار، الحصار ممنوع تصدر، ممنوع تستورد، ممنوع كذا. الأسودي احنا في فلسطين ممنوع نستعمل الأسودي النيتروجيني. وإضافة إلى التهديدات المناخية والسلوكية، يسعى هذا الملتقى لتنسيق عربي يصل إلى توفير 40% من الإنتاج العالمي للزيت بجودة تضمنها كفاءات المخابر والباحثين على غرار ما يقوم به معهد الزيتونة. أغلب العاملين في المخابر دائما عم يخضعوا لدورات تدريبية لحتى يكون مثل ما قلت لك أي عينة زيت زيتون ممكن يتم تحليلها بأي مخبر معتمد تعطي نفس النتيجة بكل المخابر. أكيد في تواصل دائم، علاقاتنا وطيدة مع خصوصا المغرب، مع الجزائر، مع مصر، مع لبنان، مع الأردن، بحيث تعاون مشترك أنا مشهود به. والخبرات التونسية سواء في البحث، نعطيك مثلا مع الزيتونة فيه 42 باحث. سنة 2023 انتجنا 117 مقال في مجلات عالمية محكمة. البلدان العربية قادرة أن تصل إنتاجها في القريب العاجل إلى 35-40% من الإنتاج العالمي، هي فرصة حتى نتوحد أكثر، حتى نتموقع أكثر على الصعيد العالمي، على صعيد التعليم، على صعيد الترويج، على صعيد الخزن، على صعيد التسويق. هي فرصة تاريخية أردناها من خلال حضور تقريبا 7 بلدان عربية أن نكون هذا القطب، تقريبا هذه القوة الاقتصادية، لأنه نبدأ بالزيتون، كذلك عندنا مجال للتمور، كذلك القوارص للحبوب. ملتقى الزيتون العربي والذي يلتئم لأول مرة في تونس توج جملة من الأنشطة التي برمجت خلال المهرجان الدولي للزيتونة تأسيسا لوجهة سياحية مختلفة تعتمد على رصيد صفاقس الثقافي كإحدى عواصم الزيتون العربية.